حازم، هل من جديد تنقله وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإيرانية؟ أبرز ما يتم نقله الآن عبر التلفزيون الإيراني ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية هو تصريحات وزير الداخلية الإيراني بأن المروحية تعرضت لهبوط صعب، وأن فرق الإنقاذ من الهلال الأحمر الإيراني ومنظمة الطوارئ الإيرانية باستعانة بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك المسيرات تحاول العثور على النقطة التي يعني هبطت فيها مروحية الرئيس الإيراني أو تعرضت لحادث، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم العثور عليها. 16 فريقا فريق إنقاذ 16 فريق إنقاذ يعملون على الوصول إلى مروحية الرئيس الإيراني والمكان الذي وقعت فيه. يبدو أنها وقعت أو تعرضت لهبوط صعب في منطقة غابة قريبة من المنطقة اسمها جنجل ديزمان بحسب الأنباء الواردة الآن. إذن صعوبة الوصول إلى المكان تكمن في جغرافية هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة صعبة واقع، هناك الكثير من الجبال، الكثير من الجبال والغابات والأحراش، وإضافة إلى الطقس غير المسبوق بشكل غير معهود، ضباب كثيف في المنطقة يبدو في هذا الوقت، وهذا غير معهود في هذا الوقت من السنة. كل هذا يصعب مهمة فرق الإنقاذ. 16 فريقا يتحركون بشكل متزامن في منطقة شمال محافظة أذربيجان الشرقية، تحديدا في منطقة غابة أو جنجل ديزمار. هذه المنطقة جنجل ديزمار هي المنطقة التي يتوقع بأنه بحسب وزير الداخلية الإيرانية تعرضت فيها مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى هبوط صعب، بينما المروحيتان الأخريتان اللتان كانتا برفقته وتحملان عدد من وزراء حكومته تمكنتا من الوصول إلى المكان أو المقصد المطلوب بشكل آمن. اتصالات هاتفية جرت بعد وقوع الحادث للحظات مع مرافقين للرئيس الإيراني عززت الآمال بأن الأمور على ما يرام، وأن من كانوا على متن مروحية الرئيس الإيراني هم على قيد الحياة. ولكن حتى هذه اللحظة وزير الداخلية الإيراني يؤكد بأن صعوبة الأجواء والطقس الكثيف الضباب يصعب مهمة 16 فريق إنقاذ يحاولون الوصول إلى هذه المنطقة. حازم، كم مضى من الوقت على هبوط المروحية؟ حتى هذه اللحظة يبدو أن نحن نتحدث عن قرابة الساعة الآن، ساعة إلا بضعة دقائق من اللحظة الأولى التي ورد فيها النبأ بأن طائرة الرئيس الإيراني أو مروحية الرئيس الإيراني تعرضت إلى حادث. قرابة الساعة الآن. نعم، إذن قرابة ساعة على هذه الحادثة، هبوط مروحية الرئيس وعدد من مرافقيه وعدد أيضا من الوزراء والمسؤولين الإيرانيين كانوا على متنها في منطقة جنجل ديزمار التي تقع في شمال محافظة أذربيجان الشرقية. جهود حثيثة الآن من قبل فرق الإنقاذ.